جماعة اليوم بإذن الله راح يكون عندنا مقطع جديد من سلسلتنا الرهيبة، سلسلة أغرب المنتجات بالإنترنت. حلقتنا اليوم إن شاء الله راح تكون الحلقة رقم 11، وكالعادة جبت لكم بعض الأشياء الرهيبة إن شاء الله في هذا المقطع، منهم أشياء مفيدة ومنهم أشياء غريبة جدا وما راح نستفيد منها. فلهذا قبل ما نبدأ طبعا يا جماعة لا تنسوا زر اللايك، اشتراك معنا في القناة، تفعيل زر التنبيهات، خلينا نوصل لأكبر على اللايكات ممكنة علشان نقدر إن احنا ننزل لكم حلقات أخرى ونستمر مع بعض في هذه السلسلة الرهيبة. في حلقتنا هذه يا جماعة راح نحاول إن احنا ما نعتمد فقط على أمازون، لا، بنحاول إن شاء الله إن احنا ايضا نشوف مواقع ثانيه، نشوف منها ايضا الاشياء الغريبه والعجيبه. فاول شيء عندنا حاليا مثل ما تشوفون يا جماعه، عندنا هذا المنتج اللي قدامنا هذا، فكرته ببساطه انه ممكن يخلي الكوفي حقك ساخن طول الوقت، ولا مو بس الكوفي، حتى لو مثلا عندك وافل او عندك اي شيء ثاني تقدر ايضا انك تحاول تسخنه بهذا الجهاز وخليه ساخن طول الوقت. المنتج هذا سعره تقريبا 6 دولار مثل ما تشوفون، لكن سعره الاصلي 55 دولار، فعليه تخفيض 89%، تخفيض كبير، فتوقعنا فرصة، خلونا على طول نشتري. فوصل على طول يا جماعة المنتج الخاص فينا، منتج المفروض انه يكون خفيف لطيف جميل. طبعا الكرتون حقه يعني واضح انه مصدم وحالته حالة، انا جاي صراحة من الصين بعيد يعني. فخلنا نحاول الحين نفتح مع بعض الصندوق ونشوف وش اللي موجود داخله. المفروض انه يكون شيء جدا بسيط وسهل وما في اشياء كثيره، فنطلع على طول. هذا هو جهازنا، طبعا طلعته بالعكس، نلفه على طول وخلنا نشوف مع بعض. هذا جهازنا مثل ما تشوفوا، اول شيء معاه طبعا كتيب، هذا الكتيب. النسخه اللي اخذتها هي النسخه اللي لونها ازرق، في اكثر من لون خاص بهذا المنتج، فانا اخذت هذه النسخه. فالمفروض انه اذا عندنا مثلا كوب نحطه في هذا المكان، هذا المفروض يكون هو زر التشغيل الخاص فيه يعني، فخلني اشبكه في الكهرباء ونجرب. فجهزت المنتج، ركبته في الكهرباء، وايضا في نفس الوقت جبت الكوفي الخاص فينا، فخلاص نحطه على طول هني، وبعدها في زر عندنا ونحاول نحن نضغط الزر هذا. المفروض الحين هو يشتغل معانا، بس صراحه لازم اكون حذر شوي مع الاشياء الكهربائيه، فاحاول قد ما اقدر نتباعد عنهم لانه ممكن ينفجر في اي لحظه. اعتقد يا جماعه ان التجربه ناجحه 100%. الحراره اللي قاعده تطلع منه جدا قويه، يا ساتر، في حراره جدا عاليه، واتوقع جدا مفيد هذا المنتج. الحراره كملمس جدا قويه، خلينا نجرب نحن نشرب. دافي جدا وجميل، وتقريبا حافظ على الحراره الخاصه فيه. فهذا المنتج يا جماعه إذا راح أقيمه، الكواليتي حقه نوعا ما ضعيف، بس يسوي الأشياء اللي أنت تبيها، فيفي بالغرض نوعا ما، ولا تنسى التخفيض عليه جدا كبير، فراح أقيمه على طول 4 من 5. منتجنا الثاني، المنتج اللي بعده يا جماعة عبارة عن كشاف، لكن أصغر كشاف ممكن تشوفه في حياتك. هذا الكشاف يا جماعة اللي موجود قدامنا، طبعا في له فيديو، الفكرة حقته أنك ممكن تخليه معاك في المفاتيح، يعني مثلا رحت كشته أو شيء وتفاجأت أنه ما معاك نور، راح يكون عندك هذا الكشاف اللي المفروض يكون جدا قوي. الملاحظة يا جماعة أن تقييم الكشاف هذا 4.7، فتقييمه عالي بزيادة، وفي نفس الوقت عليه تخفيض 88%، فسعره الأصلي 17 دولار بس حاليا سعره تقريبا 2 دولار. خلنا نجيبه ونجربه. وصل يا حبايبي منتجنا اللي بعده، الكرتون حقه جدا صغير، صغير بزيادة بزيادة، بس للأسف يا إخوان لو تلاحظون أنه يعني مع الشحن والحركات هذه فالأمور يعني كل شيء رايح فيها. احنا شايفين المنتج قبل لا نفتحه. المهم خلنا نوريكم، هذا هو المنتج حقنا. حبيبي هذا ايش وضعه، يبي له تنظيف. انا متاكد انا ما استعملته يا اخوان، اول مره طلعه، بس واضح انه يعني يبي له تنظيف. المهم علينا، هذا هو نفسه، تقدر انك تحطه على طول في الميداليه حقتك طبعا اذا استخدمت هذه، وفي نفس الوقت هذا سلك الشحن، هذا سلك الشحن الخاص فيه. خلنا نجرب ان احنا نركبه ونشوف، او يمكن يكون مشحون، خلنا نشوف اذا ممكن يكون مشحون، فراح اضغط. اوه اشتغل، اوكي، اوه له اكثر من مود، ما ادري ابين لكم ولا لا، بس اتوقع اني راح اطفي لكم الاضاءه ونشوف مع بعض كيف صاير. مثل ما تشوفون يا حبايبي الكشاف يعتبر جدا قوي، فانا اقدر تقريبا اضوي المكان اللي احنا موجودين فيه، اضاءته قويه بزياده على حجمه، وفي اكثر من مود، مود تقريبا راح يخلي الاضاءه اخف شوي، ومود ثاني راح يخلي كانه سياره شرطه وراح يكون بالطريقه هذه. فشيء صراحة أتوقع أنه جدا جميل. فبعد يا حبايبي لو نلاحظ شيء يعني غير أنه موضوع الإضاءة، هذا الزر هو الخاص بالتشغيل والإطفاء، وفي مكان ثاني اللي هو مكان الشحن اللي هو هذا، نقدر نحن نفتحه ونشحن من هذه المنطقة. وبعد أتوقع أنهم حاطين لنا مثل المغناطيس هني، أوكي، في حركة رهيبة صراحة، شفتوا كيف المايك حقي محطوط؟ أقدر بعد أن آخذ هذا وأحطه في هالمكان بهالطريقة واتمشى فيه، فيكون المكان فيه ضوء. فاتوقع ان هذا اختراع رهيب جدا، وصراحه اتوقع اذا راح اقيمه يستاهل الخمس نجوم كامله، 5 من 5. من اكثر الاشياء اتوقع اللي تضيع عندنا هي الريموتات، يعني مثلا ريموت التلفزيون، ريموت المكيف حقك. فتخيل معي انا جايب لك حاليا اختراع
فكرته أن يكون ريموت لكل الأشياء اللي موجودة عندك. مثل ما شوفوا يا جماعة هذا المنتج اللي قدامنا، تقدر أنك تركبه على طول في الجوال الخاص فيك، تقدر تتحكم في المكيف، في التلفزيون حقك، وفي أي شيء تقريبا بنفس المجال هذا. سعر المنتج $10، سعره جيد للأمانة، إذا تقريبا راح يسوي كل شيء، ومكتوب تقريبا هني وإيش الأشياء اللي يسويها، مثلا تلفزيون، إضاءات، بروجيكتر، واي فاي، الأشياء هذه كلها، حتى الكاميرا تقدر تتحكم فيها بهذا الجهاز. خلنا نطلبه. وصل المنتج على طول يا جماعة. المنتج جانا في هذا الكيس الكبير جدا، وهو حجمه صغير المنتج نفسه، فخلني أطلع من داخل. بسم الله. عطوني معاه مثل ما تلاحظون هذه الورقة، أتوقع فاتورة، والله ما أدري شنو بالضبط، بس أهم شيء عندنا المنتج نفسه اللي هو هذا. فهذا المنتج الحين راح أبتدي وأطلعه من داخل. بسم الله الرحمن الرحيم. وحجمه صراحة صغير صغير بزيادة، أصغر مما كنت أتوقع حتى. وطلعت يا جماعة منتجنا الصغير الخفيف اللطيف اللي موجود عندنا، وصراحة مغلف بطريقة شوي غريبة، أتوقع بس أسحبه بهالأسلوب هذا. وشوفوا يا جماعة هذا الحجم الصغير اللي قدامنا هو نفس المنتج اللي الحين راح نستعمله. فاللي لازم تسويه بس تاخذه وتركبه على طول في الجوال الخاص فيك بس. الحين يعتبر يا جماعة ركب، بس كيف راح اتحكم فيه انا ما ادري، اتوقع لازم احاول ابحث عن التطبيق الخاص فيه. خلينا نشوف. لو تلاحظون ان في باركود موجود في الورقة نفسها، انت بس محتاج انك تجيب الجوال الخاص فيك وتصور على طول الباركود هذا، راح يدخلك على موقع وتحمل التطبيق الخاص بالقطعة هذه. فبالنسبة يا جماعة لهذا المنتج تلاحظون الجوال قدامي، بس اخترت الشركة حق التلفزيون على طول استوعب. الحين اضغط زر التشغيل، فانا الحين ضغط عليه. الاستيعاب ساعات بطيء بس اشتغل مثل ما تشوفون التلفزيون. انزين خلوني الحين اجرب مثلا اروح يمين، هذا طبعا الريموت، فراح اضغط الزر اللي يودينا يمين، ضغط على طول وتحرك على طول قدامي هناك. خلنا اضغط يمين بعد، اوكي مرة ثانية. استيعابه ساعات بطيء يعني، الحين مرة ثانية قاعد احاول معاه، اوكي ما قاعد يروح. يسار، انزين يسار. طيب او الحبيب، لازم أأشر عليه، لازم أخلي الجوال مقابلين التلفزيون بالضبط بهالطريقة. فالحين قاعد يتحرك معانا، أقدر أطفيه لو حبيت أن أطفيه، فالمفروض نطفي بهالطريقة. في النهاية موضوع التقييم يا جماعة أنا أحس صراحة ما يسوى، لازم تحاول تكون قريب من التلفزيون بشكل جدا كبير عشان تقدر أنك يعني تصيد الإشارة الخاصة فيه، ويعني بطيء الاستيعاب. فيعني لو ضاع الريموت حقك ابحث عنه أحسن لك يعني، بدل ما تشتري القطعة التافة هذه. فتقييم هذه راح يكون نجمة من 10، من 5، من 5. منتجنا اللي بعده راح يسهل عليكم حياتكم يا جماعة بشكل جدا كبير، لأن اليوم الشيء اللي راح أجيبه لكم هو عبارة عن فرامة للخضروات والفواكه. كما شوفوا يا جماعة قدامنا، الفكرة ما فيها أن هذه عبارة عن شحن، تقدر أنك تشحنها وتقدر أنك تفرم فيها بعض الأشياء اللي أنت محتاجها، مثل خيار، جزر، أي شيء. ففكرتها أن يعني بس شرحت لكم ما يحتاج. المهم تقييمها 4.5، معناته تقييمها عالي، وسعرها $5 وعليها تخفيض 87%، يعني تخفيض كبير، فرصة أن أخذها وأجربها معاكم. وصل المنتج يا جماعة على طول. أنا صراحة أبى أشوف هل راح فعلياً يكون عملي ولا لا، لأن صراحة أنا أخاف من بعض المنتجات أنه يبين أنه أوه شيء خارق ورائع، بس في النهاية يطلع يعني تحس أنه تعبان وصناعته تعبانة. بس بنشوف الحين مع بعض، تقييم عالي فأكيد إن شاء الله راح يكون يسوى. نفتح الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المنتج قدامنا مثل ما تشوفون. طبعا المنتج نفسه له اتوقع اكثر من استخدام، ففي انواع ثانيه موجوده، عندنا هذا النوع موجود هني، وعندنا هذه ما ادري ايش وضعها صراحه. زين، وبعد ها هي شنو، وترى ما ادري ايش الاشياء اللي موجوده معها، فانا الحين بشوف وش سالفتهم. اخوان شنو، انا على بالي بحلق، هاي حق حلاق ترى السوالف هذه. حاطين بعد داخل طبعا كتيب بسيط يشرح لنا كل شيء وشنو استعماله وفايده. اتوقع بالنسبه لهذه نحطها هني فوق، اوكي. شوفوا حتى فيها بشاره، لو حبيت انه مثلا يدوي اقدر ان ابشر الشيء يدوي بالطريقه هذه. بس الصح انك تحط الشيء هني داخل، بشوف اذا ممكن انه ينفتح معانا. اوكي، تقدر انك تفتحها بهالطريقه وتحط الشيء اللي تبيه داخل. الحين يا اخوان استوعبت شيء، طبعا احنا عندنا هذه الخياره بس خلها شوي على جنب. استوعبت شيء، اذا انا حاب مثلا الشيء اللي اقصصه يطيح مباشره، اقدر استخدم هذا اللي مفتوحه من تحت، فيطيح مباشره مثلا على الطبق، على السلطه اللي مسوينها، او الشيء اللي انت مسوينه. او اذا انت حاب انه يكون داخل وتالي تفتحها وتشيل، راح يكون بهالطريقه. واذا ضغطت الزر بهالطريقه راح تشتغل. فانا الحين ايش راح اجرب؟ راح اجرب هذه الخياره. خلنا نبتدي احطها الحين، او خلنا اشغل. اوكي دقيقه، احنا طبعا عاطينا هذا الفكره. الحين اضغط،
ليتس جو ليتس جو يا جماعة. المفروض انه استوى على طول، خلنا اطلع استوى معانا مباشرة، فمثل ما كنت ابيه، بس في جزء كبير من الخيارة ما استوى، بس ما عليه. بس اتوقع لو اخليه الحين واحاول اقص زيادة في الغالب انه راح يستوي، يعني كل ما لا جالس تسرع معناته المفروض ان الخيارة قاعد تستوي معانا كامل، بس اتوقع انه عملي نوعا ما بالذات اذا استعملت هذه. فالحين بجرب الشيء الثاني، القطعة الثانية اللي وريتكم اياها قبل شوي وراح ينزل معانا مباشرة، فخلني بس انتبه هنا عشان ما نجيب العيد، نشغلها ونجيب هذه ندخلها داخل. اوكي خيارتي طلعت يا جماعة قوية بزيادة. بالنسبة لهذه، هذا اتوقع حق الاشياء الاصغر، بس بعد يبي لها شحن، فاللي باين انها ما انشحنت معانا بشكل ممتاز، بس بشكل عام انا اتوقع انه اختراع جيد يا اخوان، فراح اعطيها 4 نجوم. منتجنا الغريب اللي بعده راح يكون عبارة عن شنطة، اتوقع على الكبير منكم يا جماعة يلبسون شنطة ظهر لما بتروح المدرسة، بتروح لمكان لازم تلبس شنطة ظهر. اليوم راح اجيب لك شنطة ظهر راح تلفت الانتباه على طول، لان هذه الشنطة فيها شاشات. خلنا اوريكم يا جماعة، مثل ما تشوفون يا اخوان هذه الشنطة اللي موجودة قدامنا، الشنطة هذه فيها شاشتين تقريبا، تقدر تحط الشيء اللي تبيه، مثلا تقدر تحط قلوب بالطريقة هذه، في ناس غير يحطون مثلا عيون، واحدة مني واحدة مني، فتقدر تسوي الشكل اللي انت تبيه يعني بالنسبة للشنطة هذه. فسعرها يعتبر جدا غالي يا اخوان، 124 دولار، فسعرها غالي يعتبر، وطبعا عليها تخفيض 64%، فسعرها الاصلي 348 دولار، فسعرها غالي صح. اما بالنسبة للتقييم يا اخوان فهو 5 من 5، كل اشتروها عجبهم المنتج بالكامل. خلنا نشتري ونجربه مع بعض. فالمنتج اللي بعده يا جماعة وصل، منتج عملاق جدا. هذا يا اخوان هو المنتج الاساسي بالنسبة لحلقتنا اليوم، هو عبارة عن الشنطة الفضائية الغريبة هذه. وبالمعلومة يا اخوان، في معلومة جدا مهمة تخصها، ان ترى يمديك تحط حتى القبعة او الخوذة حقت سائق الدراجات اللي تحطها داخل، لان هي اصلا من الاساس مسوية حق الدراجين، يعني المعلومة انت جالس تسوق بالدراجة حقتك راح يكون في شكل العينين موجود. فانا الحين راح احاول ان افتح الصندوق العملاق هذا، فجالس احاول يا جماعة اني افتح لان تقريبا مسكر بشكل ممتاز من كل الجهات. اوكي اوكي اوكي، فتحنا يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا الحين نطلع الشنطة. الشنطة هني داخل. اوه ماي جاد، بسم الله يا جماعه. بس لو تلاحظون ترى معاها كيس، يعني حتى عاطينا كيس لها خاص فيها. اما الحين فهذه الشنطه لما راح تلبسها راح يكون شكلها، حتى لو كانت طافيه راح يكون فيها هذه الشاشه وهي الشاشه الثانيه على طول. انزين، هذه شنطه عاديه ولا لا؟ المفروض طبعا ما تكون عاديه ابدا، فخلنا نجرب نحن نفتحها. ترى ما ادري كيف تنشحن، ما ادري كيف تتشغل، ما ادري ولا شيء يخصها. الحين راح نكتشف مع بعض الموضوع. فنقدر نفتحها بهالطريقه، حاطين داخلها كيس، ترى الحجم كبير، وعلى طول داخلها طبعا كتيب، وداخلها سلك الشحن الخاص بالكهرباء، هذا هو السلك. بشكل عام صراحه شكلها ممتاز، واحس انها تشيل اشياء كثيره، يعني ممكن حتى اني اخذها مثلا لو حبيت اني اسافر او شيء اقدر استعملها احط فيها الاغراض الخاصه فيني، لان قاعد اشوف صراحه حجم كبير جدا. ولما نفتحها وتلاحظون هالمنطقه كلها تكون فاضيه، يمديني احط فيها اشياء، وبعد فيها هني تقدر تحط داخل بعد اماكن تخزين موجوده، هني يمديك تحط، وهني يمديك تحط اشياء اتوقع حتى حق المصورين تنفع لهم، كبيره تشيل اشياء كثيره صراحه. فالحين لازم نحاول نعرف ان احنا كيف نشغل الشاشات اللي موجوده فيها. خلنا نحاول ابحث. الحين ركبتها في الكهرباء وراح اشغل الكهرباء ونشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. فشغلنا، هلا والله، اوكي. بنت كان عينين، وبس ترى المعلومه في شيء، في لها اوه شوفوا كيف، شوفوا كيف العين، والله رهيبه. رهيبه والله. اوه في اكثر من عين قاعد تطلع عشان تورينا ان احنا اشياء نقدر نسويهم. طبعا في لها تطبيق، التطبيق هذا اقدر احط الشيء اللي انا ابي اشوف العين هذه رهيبه. فايش رايكم نجرب ان احنا نحمل التطبيق ونشوف ايش الاشياء اللي نقدر نسويها؟ انا لاحظت شيء يا اخوان، لو تلاحظوا اول ما نفتحها راح يطلع لنا باركود موجود هني، هذا اقدر ان انا الحين امسحه على طول بالكاميرا حقت الجوال حقي. خلينا نشوف. فالحين طبعا التطبيق حملته خلاص، اقدر الحين اختار اسوي اي شيء، ابى اطفيها مثلا، الحين ضغطت المفروض طفت، طفت فعليا. اقدر اشغل مره ثانيه، اقدر اغير العينين، مثلا حاب ان اخليه عينين واقعيتين اللي هو هذيلا، اقدر اختارهم، اقدر اخلي مثلا عين يكون فيها قلب، فلوس، حركات، يعني تنوع، شفتوا كيف؟ تنوع معانا، اقدر اخلي مثلا هذه العين الغريبة كأنها حق باتمان اتوقع، يمكن تشوفونها في التصوير تطفي وتشتغل بس هي في الحقيقة لا، شغالة على طول يا جماعة، في هذه العين تغيرت، يب، في هذا كأنه مبتسم، فتقدر تسوي الشيء اللي تبيه تقريبا في النظارة نفسها. ف
فأي شيء تبي تسويه تقدر إنك تسوي معه، تقدر إنك تضعف الإضاءة حقتها ويمديك إنك تقويها أكثر من الطبيعي، فتخليها مثلا بهذه القوة جدا قوية تعتبر نوعا ما. هذا يا جماعة الشنطة بشكل عام. إذا جيت صراحة الجولة جولتها جدا ممتازة، جولتها ممتازة بزيادة، بس أتمنى يعني إن الشاشات ما تخترب بسرعة، ففكرتها شحن وما شابه وتلبسها وتروح فيها مدرستك أو تروح تسافر فيها أو تلبسها في دراجتك وبس. فبالنسبة لهاي صراحة راح أقيمها أتوقع صراحة يعني حقيقة تستاهل الخمس نجوم كاملة. المنتج اللي بعده يا جماعة راح يكون عبارة عن منتج ترفيهي، هو منتج سلاح الفقاعات. مثل ما تشوفوا يا جماعة قدامنا طبعا مكتوب انه فيه 23 فتحة تقريبا، وراح يطلع لنا فقاعات بالطريقة هذه اللي قاعد نشوفها قدامنا. ايضا عليه تخفيض 29% وسعره 12 دولار تقريبا، والتقييم حقه 4.8 فتقييمه جدا عالي يا جماعة، وباقي فقط 5 حبات، لهذا خلينا نجيبه ونشتري. وصل على طول يا جماعة المنتج. طبعا كان في لونين، كان في اللون الأزرق وفي اللون الوردي على طول، فأنا وصلني على طول اللون الوردي. فيلا خلنا نشوف مع بعض كيف استعماله. بس ترى برا محطوط وردي، بس أول ما شفت داخل أزرق، ترى نفس اللون الطبيعي اللي موجود. فهذه المنتجات الخاصة فيه. أول شيء لو نلاحظ يا حبايبي إن ترى تقدر إنك تحط فيه بطاريات في هذا المكان، وهذه تقريبا الفتحات اللي موجودة. صراحة في الصورة يبين أكبر من اللي قاعد أشوفه، توقعته كبير بس هني حجمه جدا جدا صغير. يعني أول خطوة حطينا صابون، جهزت اموري، ثاني شيء ركبت بطاريات. اسمعوا اسمع، المهم ناخذ هذا ركبه قدام. خلاص ركب ركب زين، ركب زين. يلا استعدوا يا جماعه. اول شيء لازم اسوي ان اخذ هذا واحاول نحطه بهالطريقه داخل، تالي المفروض اضغط. هلا والله، دقيقه بس طلعوا شوي، طلعوا شوي، كان على حسب الصابون يعني اي كثر راح تحط راح يطلع. يلا شوفوا شوفوا يا جماعه، دقيقه نحط بس هني داخل، نحرك بهالطريقه. 1 2 3 هلا مو والله رهيب يا جماعه. يلا روح روح. اوكي، هو على حسب الصابون يعني، اتوقع في انواع صابون او يعني الكميه اللي راح تحطها راح تخلي تقريبا يطلع لك اكثر يعني. فيعني منتج منتج جيد جيد، انا استمتعت فيه، انا عجبني صراحه. فبالنسبه لتقييم يا جماعه هذا المنتج راح اقيمه 4.5 من 10 صراحه، يعني كنت اتمنى ان يطلع فقاعات اكثر، بس يعني يفي بالغرض يا جماعه. لايك واشتراك، تابع المقاطع هذه، سلام.